في قول النبي صلى الله عليه وسلم وعرشه على الماء، هل المراد بالماء الماء الذي فوق السبع سماوات؟ وما تفسير قوله تعالى وكان عرشه على الماء؟ نعم، هو الماء الذي فوق السماوات، كما أخذتم في الحديث أن فوق السماوات بحر ما بين أسفله وأعلاه 500 عام، وفوق البحر العرش، عرش الرحمن، وكان عرشه على الماء. نعم.